السلام عليكم ورحمة الله إليكم الموقف الإخباري، أهلا بكم. أعلن وزير الصحة الاتحادية الدكتور عمر النجيب انتهاء أزمة الأدوية المنقذة للحياة والأساسية ومعالجة المشكلة بالكامل مع الجهات المختصة، مؤكدا الالتزام بعدم تكرار تجربة شح الدواء مرة أخرى، لحسبان أن الدواء من الأولويات التي تلتزم الدولة بتوفيرها. وأشار الوزير خلال منبر وكالة السودان للأنباء إلى إيجاد الدولة لمعالجة جذرية بتوفير كل الأدوية والتحكم في وفرتها وسعرها ودعم منظومة الإمدادات الطبية لتصبح الأساس لإمداء الدواء في السودان. نحن كوزارة الصحة لشعبنا إنه ده ما يحصل مرة ثانية، وده كلام إحنا مسؤولين منه. ده ما كلام عاطفي ولا كلام سياسة، ده كلام مبني على شغل كثير جدا تم وشغل حيتم. التزامات من الدولة من خلال غرفة السلع الاستهلاكية بيقودها أخواننا في رئاسة مجلس الوزراء، وهم لعبوا دور أساسي جدا جدا إنه مسألة تتنظم وتترتب. التقى وزير الاستثمار الدكتور الهادي محمد إبراهيم بمكتبه سفير دولة سوريا بالخرطوم حبيب عباس، وبحث اللقاء أوجه التعاون المشترك بين البلدين خاصة في مجال الاستثمار. وقدم الوزير شرحا حول الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة مثل قانون الاستثمار وقانون الشراكات مع القطاع الخاص. ومن جانبه امتدح السفير السوري الجهود التي تبذلها وزارة الاستثمار في تذليل كل المعوقات التي تعترض المستثمرين، مؤكدا حرص حكومته على الاستثمار بالسودان وذلك لما يتمتع به من موارد متنوعة ووفيرة. نظم المركز الإقليمي للتدريب وتنمية المجتمع المدني بالتعاون مع المبادرة السودانية لصناعة الدستور ونقابة المحامين الأمريكية جلسة تفاكرية لمناقشة مسودة صناعة الدستور لسنة 2021. وقال المدير التنفيذي للمركز أن الورشة تهدف لمناقشة مسودة قانون صناعة الدستور من أجل توسيع دائرة المشاركة والحوار والخروج بتوصيات واضحة تسهم في صناعة الوثيقة الدستورية، مشيرا إلى أن الورشة تهدف إشراك كل أهل السودان في صناعة الدستور الدائم. وبتتم عمليات مشاورات وبتتم عمليات استفتاء، وكذلك يقترح مشروع القانون أن يتم إحالة هذه المسودة إلى جمعية تأسيسية منتخبة. من المهم بمكان أنه نحن نستوعب أنه أي عملية بتاع صناعة الدستور في السياق بتاع أنها لازم تكون بتساعد بشكل كبير في صناعة السلام، وأنها تكون هي برضو العملية في رمتها هي بتسهم في إشراك عدد كبير جدا من المواطنين في عملية صناعة الدستور. ونتمنى إنه الدائرة إنها تتسع يعني لتشمل قطاعات كبيرة، لكن إحنا سعدنا اليوم إنه نكون أول من يقوم بدراسة هذا المشروع وبإقامة هذه الحلقة التفاكرية حوله، ونأمل إنه المشروع كل ما كان فيه رأي كثير من الناس وعرفوا إنه في حاجة اسمها عملية صناعة الدستور وشاركوا فيها في كافة المستويات، في المحليات، في الفرقان، في القرى، في المدن، في الأرياف. في إطار المسؤولية المجتمعية والتعاون بين المراكز الثقافية والمؤسسات المختلفة، افتتح مركز فيصل الثقافي بالخرطوم القسم الفني الذي يشمل مركز التدريب والمطابع. وقال المدير العام للمركز بكري القاضي إن القسم سيتيح التعامل والتعاون مع المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية لتقليل كلفة الطباعة والتدريب، خاصة وأنه مجهز بأحدث التقنيات.
في افتتاح مطبعة بنك فيصل اللي هي صرح جديد ضمن مركز الفيصل الثقافي. الهدف منها إدارة طباعة كل المطبوعات المتعلقة بالعمل، الفورمات، الاتفاقيات، إجراءات فتح الحساب، السحوبات، كل الأوراق اللي بيحتاج البنك لطباعتها من أجل تقليل التكلفة تحت الطباعة. البنك عمل المطبعة دي عشان يطبع بها كل احتياجاته للطباعة داخليا، وكمان تخفيض الاعتماد على إنه تطبع الهدايا والأشياء المتعلقة بكل شغل البنك برا السودان. اليوم سعيدين، أيام سعادة، وكنا في استضافة أستاذة مناهي اليوسف، افتتحت جزء مهم جدا للمسؤولية المجتمعية لبنك فيصل، وهو القسم التدريب والتطوير والتقييم، وأيضا الجزء الآخر تم افتتاحه والمطبعة، مطبعة متخصصة بها إمكانيات مهولة جدا تساعد إن شاء الله بنك فيصل في طباعة وتصميم كل المنتجات الورقية. أقامت منظمة مآذن النسوية العالمية بدار تربية الفتيان بصوبة بالتعاون مع كلية التربية بجامعة الخرطوم مشروع الكشف الطبي الدوري لأبناء الأحداث والأجبال. وأوضحت مدير المنظمة تيسير يوسف أن البرنامج يشتمل على مجموعة من العيادات، ودرجت المنظمة على إقامته بصفة دورية بهدف تخفيف العبء على دار تربية الفتيان. في منظمة مآذن النسوية العالمية بنقيم بننفذ مشروع الكشف الدوري لأبنائنا الأحداث في دار تربية الفتيان في صوبة، ومعهم برضه أبنائنا من الأجبال. هذا البرامج يعني هو من البرامج التي تقيمها المنظمة بصفة دورية، بنقيم كشف دوري لكل أبنائنا الأحداث والأجبال. والعيادات تحتوي على عيادة الباطنية وعيادة الجراحة والعيادة العامة. نهاية الموقف الإخباري، شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.